السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع تقنية بالحدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن ساعة هواوي، تعتبر الأغلى، الأفضل، الأفخم من أي ساعة مزودة بنظام الأندرويد وير. متوفرة في السوق الإماراتي والسوق العالمي بسعر يبدأ من 350 دولار أمريكي إلى 750 دولار أمريكي. راح أترك رابط، شيك على الرابط هذا موجود في خانة الوصف. أتكلم عن نوع الأساور لأن هنا يرفع من سعر هذه الساعة. النسخة اللي أمامكم هنا تأتي بسوار مادة المعدن واللون الأسود، طبعا نحب هذا اللون جدا ممتاز، وكلفني تقريبا 1699 درهم إماراتي. السعر الأساسي يبدأ من 1299 درهم إماراتي بسوار مصنع من مادة الجلد العادية. هذه الساعة تعمل على نظام الأندرويد والآي أو إس. من ناحية التصميم، وجود التصنيع، فهي تحمل تصميم جميل جدا، 11.3 ملم. السوار نفسها مادة المعدن يعطيك جودة تصنيع عالية جدا، طريقة إزالة السوار نفسها جدا سهلة. الإطار اللي يحيط بشاشة هذه الساعة من الفولاذ المقاوم للصدى، بإمكان اختيار اللون الفضي، الذهبي أو اللون الأسود. من جهة الخلفية راح تشوف مستشعر لدقات القلب والأسنان الذهبية، واللي تستخدم شاحن قريب جدا مما هو موجود في شاحن ساعة أبل على سبيل المثال، لكنها لا تدعم تقنية الشحن إلا سلكي. صندوق الخاص بهذه الساعة جدا جميل، يعطيك قيمة عالية أنه أنت ماخذ شيء بجودة فخمة. فطريقة تقديمهم للساعة والمحتويات الموجودة بداخل هذه الساعة عجبتني بشكل كبير، جدا جدا كبير. طبعا التصميم الخاص بهذه الساعة، عندك من جهة اليمنى زر، هذا الزر ممكن تستفيد منه في العودة إلى القائمة الرئيسية، أو إذا علقت ممكن ينقلك إلى قائمة الإعدادات. لكن خلونا نتكلم عن الشاشة. الشاشة 1.4 إنش بتقنية الأومليد، طبقة الحماية السافاير واللي تحميك بشكل أفضل مقارنة ما موجود بطبقة الحماية الجوريلا جلاس. كثافة البكسلات 286 بكسل لكل إنش، 400x400. كل هذه المواصفات تجعل هذه الشاشة الأفضل مقارنة بأي ساعة مزودة من نظام الأندرويد وير. الألوان جميلة، الإضاءة جدا ممتازة، لكن للأسف ما في مستشعر للإضاءة. طبعا من ناحية المواصفات، فهي تحمل المواصفات اللي سبق أنه استعرضناها في عدد من الساعات مثل الأربين مقدم من قبل شركة LG، سناب دراجون 400 كواد كور طبعا 1.2 جيجا هرت، ذاكرة شوية 512 ميجا بايت، وايضا الساعة الداخلية 4 جيجا بايت تدعم تقنية الوايرلس والبلوتوث 4.0 وبطارية 300 ملي امبير. من ناحية الاستجابة، تصفح النظام وما واجهت فيه اي مشاكل، كل شيء يعمل بشكل سلس مع نظام الاندرويد وير. طبعا بالنسبة للبطارية فان صمدت معنا يوم والى يوم ونص، طبعا كنت اتمنى ان تصمد الى مدة اطول، لكن يعني شيء كويس، اقدر اقول لك انه شيء كويس. بالنسبة للنظام فهو مزود بأحدث نسخة من نظام الأندرويد وير، راح أترك رابط. استغرق أنه استعرضنا نظام الأندرويد وير، لكن شيء جديد زي ما ذكرت لكم أنها تدعم أجهزة الآي أو إس بتحديد الآيفون. تحمل برنامج الأندرويد وير على الآيفون، راح تلاقي أنه الصلاحيات أقل من موجود في نفس البرنامج لكن على نظام الأندرويد، لأنه يعني على سبيل المثال ما في متجر التطبيقات. نظام التنبيهات راح يكون موجود لكن راح يكون أقل مما هو موجود في نظام الأندرويد نفسه لتطبيق الأندرويد وير. الساعة نفسها راح تقدم لك عدد من الخدمات، مستشعر دقات القلب يعمل بشكل ممتاز، راح يقدم لك خدمات رياضية مثل حساب السعرات الحرارية، مسافة وغيرها من الخطوات وغيرها من الخدمات. وشيء جميل انه هواوي متعاونة مع شركة جوبون المتخصصة في هذا المجال علشان يعمل البرنامج مع ساعة هواوي، فبالتالي التفاصيل راح تكون اوضح وافضل مع تطبيق الجوبون. شوفكم اخر ان شاء الله، مع الف سلامة.